مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء من السوق هنايا ديال الحي محمدي. جينا نشوفوا الاثمنة ديال السردين اللي وصلت تقريبا 15 درهم. السيد اللي هنايا غيحاول انه يقربنا شويه من الاثمنة، مشكورة ان شاء الله باذن الله. نعطيو الميكرو. السلام عليكم السيد. كدا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ واخا قرب لي شويه من الاثمنة ديال السردين. السردين اختي هاد الايام تقريبا 15 درهم هو الطبيعي ديال الحر، خصو يكون ما يفوتش 10 دراهم. 10 دراهم هذا هو الثمن، هذا هو الحد الادنى. ودا مع شنو؟ وشنو سبب هذا الغلاء هذا ديال السردين المرة؟ لان السردين كنعرفوا حنا هو ديال البسطاء، كيسميو حوت البسطاء كيف ما كنقولوا. اكثر من الحوت الاخر. علاش؟ حيت رخيص؟ لا ماشي حيت رخيص، الناس دابا ولاو كيستعملوا في الشوايه، بالنسبه للكره الشوايه اكثر ما كتبتلي الحوض الاخر. هذا واش السعودي ولا هي الاقبال؟ وخاصة في هذا الموسم ديال الصيف. فهمتي الناس دابا اللي كيبغيو يديروا كيفضلوا انه ياخذ الشوايه احسن ما ياخذ الحوض الاخر. شويه على بريات. هذا علاش الحوض دابا ولا وقع بشحال كتشوفوا انتم الصندوق؟ دابا حاليا بالنسبه لي هو واحد الصندوق ب 200 درهم. غالي. وشحال دابا كتبيعوا هنا؟ كتبيعوا 15 درهم. واخا بالنسبه للاقبال كاين ديال الناس؟ الناس بالنسبه للمواطن كيجي شويه غالي الثمن، ولكن اللي زال اللي باغي ياخذ المباغي غير ما كيبغاش يستغنى عليها. تبارك الله عليك. بالنسبه من غير السردين شحال الاثمنه ديال الاثمنه ديال من غير السردين عندك هنايا الروبيو؟ روبيو شحال داير؟ 25. غالي ولا رخيص؟ يعني شنو عاوتاني؟ قول لي انواع الحوت كلهم اللي عندك هنايا وقول لي كل حاجه وتمامها. 15. ولكن الاقبال كيكون على السردين بزاف. تبارك الله عليك، شكرا بزاف. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، كنا معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء. تبغي تهضر اخويا؟ لا خليه هو غير يهضر. تبارك الله عليك. قاري بزاف انا قاري. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كنا معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء من السوق الشعبي. جينا نشوفوا الاثمنه ديال الحوت. وكيف ما قال السيد قال لك كاين الغلا بزاف خصوصا بالنسبه للسردين، وصل 15 درهم. الله يحسن عوان المواطن البسيط اللي ما عندوش اللي عنده مسؤوليه وعنده وليدات، اش غايدير؟ صعيب الحال. كيف ما قالت واحد السيده هنا قبل من ياك، قالت واحد السيده قالت لك السردين الا فات 10 دراهم غالي. 10 دراهم لانه هو حنا السردين حنا كنعرفوه هو حوت البسطاء، ما نقولوش الفقراء، كنا فقراء، حوت البسطاء الناس البسيطه. فملي كيفوت 10 دراهم كيولي 15 درهم، راه ما بقى الانسان والمواطن العادي والبسيط ما بقى عنده ما يقول. الله يحسن العوان وصافي. مشاهدينا وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.